عبد الرحمن شاب من ولاية تيارت ولوع بالسياحة منذ صغره. استغل زياراته العائلية إلى كثير من المناطق السياحية في خوض مجال التعريف بأماكن الراحة والاستجمام. العلاقة بالوكالة السياحية، كنت صغير كنت نخرج مع الوالد تاعي، كنا نشوفوا شي بلايص سياحية، طفرت بدي الفكرة. المهم طفرت بالسيرة تاع ابن خلدون ابن بطوطة. شغل السفر فيه منافع، فيه علم، فيه بزاف صوالح. كبرت هذه الفكرة تاع وكالة سياحية، ومن تطلق تخرج ومن تخرج ناس معك، راك تفيد معك ناس، وما كاينش زعما ما تصيبش فايده كيما اللي تصيبها في السفر. الحمد لله راه عندنا زبائن دروك موفرين كاع الخدمات اللي يحتاجوهم. كاين منهم الحاج العمره لوفواياج اورغانيزي هنا تاع البلاد، تاع السياحه الداخليه، هذه مركزين عليها. تاثره بالمجال زاده عزيمه، فحمل على عاتقه فكره انشاء وكاله خاصه تهتم بالترويج للسياحه والسفر من اجل استقطاب اكبر عدد من الزوار. اقتنعت انا بالفكره تاعه ودعمتهم عن قرب وعن بعد انهم ينشئوا هذه الوكاله. اكدت عليهم انا انهم يركزوا على السياحه الداخليه، وراها عليها طلب، راهم يديروا ثاني خدمات وخده اخرى خاصه بالفيزا وخاصه باللي رونديفو، يساهموا في بناء السياحه الداخليه. حلمه في الترويج السياحي تحول إلى حقيقة خاض تجربتها عبد الرحمن وعائلته، وهو الآن يسعى لتطوير نشاطه للتعريف أكثر بالمناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر.